هلا والله، مقطع جديد اليوم يا جماعة الخير. راح نحلل وراح نتابع كوميكس ليتل نايت مير الجزء الثاني. أمانة هذا الكوميكس كنت ناوي أشوفه بيني وبين نفسي، لكن كثير أصر إني أشوفه معاكم ونحلل الشابترات معاكم، فصملت لين وقت التسجيل وجاي أسجل الآن. الحلقة الأولى ليتس جو. لا تنسوا يا جماعة الخير لايك والاشتراك، تفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم المقطع أول بأول. صباح الخير، اشتغلت. يمديني انزل كذا. اوكي اوكي هذه ستة. انزل. طيب انزل. مو هذه موسيقى نفس الصياد؟ الا الصياد، شوفوا شوفوا الشتقن بيده اليمين والفانوس في يده اليسار، مسكت صخرة ورمتها. عشان تجذب انتباهها على مكان ثاني طلق. الله يأنك ما يمجي يا المروح. قعدت هي تهرب 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 تهرب، ودخلت دخلت بجذع الشجرة، وهو الرجال ما يدري انه هي اصلا صارت وراك يا خوي. اوكي قاعد تمشي خلال جذع الشجرة، تمشي وصلت على فخ. الله الموسيقى، والله مبدعين يا بنداي في الكوميك صراحة. شكله هذا مونو اللي فوق شو اسمه، فوق الشجرة صح؟ يب هو مونو. مونو فوق الشجرة. دقيقة، مونو يوم قابلها ما كان فوق الشجرة، كسر عليها الباب ودخل. خلينا نكمل خلينا نكمل، نخلي التحليل بعدين بعد نهاية الحلقة ذي. جاه الخوي، جاه الخوي ومأيم عليها يا حبيبي. مخنوق. وبعدين وبس والله. قاعد يورون احداث اللي صارت الحلقة اللي راحت، انه طلع بجذع الشجرة والموسيقى الرهيبة، بعدين تقابل مونو، بعدين يجي الصياد. استهبلون. الو ايش فيك؟ روح حلقة الثالثة. هذه حلقة الثالثة. موسيقى رهيبة. طلع مرة ثانية. أعتقد لا تنتهي الحلقة الحين مرة ثانية. والله انتهت. هلو حجي، طيب ايش بايدة؟ يعني الحين تحطي ثلاث حلقات بعدين تجيب لي شخصية انا ما ادري وش هي من لحية ذي الشخصية. اوكي على كذا هذا يبين لك انه ستة كانت تهرب ومسكها الصياد واخذها البيت، ومونو لحقها وساعدها وقتلوا الصياد في النهاية. يعني هذه توريك الاحداث كيف ستة اصلا كانت موجودة في بيت الصياد. او ماي جاد يا اخي، في اشياء فكرت فيها لحسة مخي. اولا مونو ما كان موجود فوق الشجرة، طلع من التلفزيون. فهل هذا يعني انه هذا مونو من المونوات حقين اللوب اللي ينعاد فيهم التايم لوبينج؟ وهذه ستة. ماي جاد دقيقة، واضح هذا المنطق انه هذا واحد مونو ثاني اللي في التايم لوبينج. في مونو طلع من التلفزيون، وفي مونو كان فوق الشجرة، وفي مونو كان في بيت، وفي مونو كان في غابة، وفي مونو التايم لوبينج. فهمتوا علي؟ بس هذا هنا قاعد يوضحوا لك كيف ستة جت على بيت الصياد. ليش يثبت لك انه هذا فعليا تايم لوبينج؟ لانه حتى ستة يوم جاء مونو وانقذها كان في خطوط على الجدار تعلمك انه ستة قاعد تعد الايام اللي هي كانت هي فيها موجودة. فيعني الموضوع ما اخذ نفس اللحظة الصياد قطها بالغرفة بعدين مونو بعدها بنص ساعة او ساعة او يوم جاء. لا، اخذ الموضوع ايام كثيرة، لانه في خطوط على الجدار تبين لك ان ستة عاشت وقت طويل، او انه واحدة مخطوفة قبلها. كل شيء جايز. نروح حاليا للحلقة الثانية. اوكي. هذه الشخصية جاية بالغابة وكانها عايشة بالعصر الحجري، نظام خشبة وحاطة اغراضها على كتفها وتمشي. وفي خطوط في الارض. دخلت بين جذع شجرة زي ما صار مع ستة، لقت خنزير ميت وفار مدري ذيب اللي هو. وش ذا؟
الارض تبغى تبتلعها الاشجرة تستهبل صح؟ راحت فيها المسكينة. ايوه لا والله ما راحت فيها، طاحت بالاشجرة مسكتها الاغصان ذي اللي تقولها ايادي، ولقت اخشي نفسها بغابة مع اغراضها. في واحد قاعد يصارخ. ايوه في بقع دم. هو الخوي وراها تشوفون؟ الثين مان. ايوه طلع من التلفزيون. واختفت. بس هذه الشخصية مين؟ حلقة ثانية تكفى خلينا نشوف. صحت بالغابة سمعت واحد يصارخ لقت دم، اختفى هذا الشخص، جاء تلفزيون وراها، طلع الثين مان يناظرها، شالت الـ هذا عن عينها عشان تناظره، بعدين طفت الشاشة خطفها. بس هذه مين الشخصية هذه؟ هذه الشخصية مين؟ ان يورونك انه الثين مان كان يخطف ناس واجد، مو ما وقفت على ستة ومونو؟ هذه الشخصية مين؟ انه حتى كان لابسة على عينها. ما فهمت مين هذه الشخصية. دقيقة انا ضغطت حق الأولى. دقيقة خلنا نطلع. اوكي هذه البنت قاعده تحفر، لها جدولتين تقولها لارا كرافت. لا لارا كرافت لها جدوله واحده. ايش دخل؟ اوه قاعد تحفر الارض بيدينها. شوفوا شوفوا يدينها صارت تطلع دم. ايوه في صوت جنبها، واحد وقف عند الباب قطلها ملعقه، استخدم الملعقه زي الشفر اعتقد تحفر فيه. يب والله يا المسكينة تعبانة تعبانة تعب مو طبيعي، حتى ملعقة خربت. اوه قطلها ملعقة ثانية. قاعد تحس قاعد تحسب الايام على الجدار صح؟ شكله والله انا قاعد تحسب الايام على الجدار. ياب ياب ها شوفوا خمس ايام والى الان قاعد تحفر. اي خمس ايام؟ خمسة عشرة 75 يوم جالسة تحفر المسكينة، وتحفر وتحفر وتحفر، والملاعق شوفوا ملعقة ملعقتين ثلاث، والله يخربت ملاعق واجد. واخيرا قدرت تطلع وطلعت. كانوا في خطوط هنا ايام برضه. اوه طاحت مره ثانيه في غرفه الواحد ثاني كان يحفر وعنده ملاعق. واو يا الربط المسكينه انصدمت. ما تلام انها تنصدم. والباب هذا مفتوح، بس هذا الباب قولوا أشوى. قاعد تمشي بالممر، تمشي بال... لا تقول لي هذا الدكتور. إلا الدكتور هي بالمستشفى المسكينة. يا مسكينة ما تدري ان الدكتور وراها. ابغى اشوف. تكفون احداث اكملوها. تكفون جعل والديكم الجنة تكملون الاحداث. تكفون انا طالبكم. اوكي. تكفون كملوا. امانة تكملون. امانة. مين هذه البنت طيب؟ برضه هذه البنت ما اعرفها مين، ما قد قابلنا بنت يعني في المستشفى. لا البنت حقت الحلقة الثانية ولا حقت الحلقة الثالثة. مو معروفين مين. ومين هذا الولد؟ خلينا نروح نشوف. وهذا بالمدينة الشاحبة المسكين. اوكي. في واحد وقف قدامه. وطيحه. وقتله السيكل. وكسره. وهذا قاعد يبكي. اوه اطفال حقين المدرسه هذول الاطفال.
اوكي هذا قاعد يهرب ويلحقونه ذول الاطفال اللي ايش اسمه عباره عن فخار قاعد يبكي المسكين وقاعد يكسر فيهم الين مات واحد ويبغى يضرب الثاني كسره وكسر الثالث ذبحهم كلهم هذا يتحرك جتك ممر المدرسة صح؟ الا المدرسة ها زابنا المسكين خايف شايفتك والله انها شايفتك الخبيثة شوف الراس حقها كيف بتحولك فخار واضح ان هي تحب الفخار بديت اشك ان الحلقة الاولى هي الاساس في كل شيء الحلقة الثانية هي جزء من الحلقة الاولى بس يب يب للأسف ليش كذا نظام الحلقات يعني الحلقة الأولى تضغطها تدخلك كل شيء الحلقة الثانية تعطيك النصف فقط شيء غريب نروح حاليا الحلقة الخامسة هذا وين هذا واحد قاعد يحاول يمسح بصحون اوكي اوه المدينة الشاحبة ذي قاعدين نروح تلفزيون كالعادة بسبب الثنمان مسيطر عليهم اوكي وشو ذا هذا انسان صغير ميت ولا فار انا مو واضح لي والله فار اوكي وشو ذا؟ في واحد واقف هنا قدامهم يتابعونه مين ذا؟ الفار هرب وهذا يبغى يلحق الفار هذا اللي حط راسه خيشة مين؟ جوك يا حبيبي الله يرحمك يا مسكين ما في اي شيء من يوم طفى التلفزيون لفه وجو عليه وانتهى الشابتر شيء غريب يعني مع يعني الشابتر الاول هو اساس القصه الشابتر الثاني ما في شيء اوكي هذا مونو الحين الشابتر السادس هو حلقه سادسه مونو هذا وين مونو هنا قاعد يناظر اطفال المدرسة وهم يهربون البيت حقهم انحرق ومقفل الباب تشتغل ذولي حقات الموية ولا لا هنا السؤال اوكي اشتغلت هوهو الثنمان صح؟ لا والله مو الثنمان مين هذا؟ مين هذا؟ قاعد ياخذهم واحد ورا الثاني مين هذا؟ ما في الا الثنمان ياخذ الاطفال جاهم التلفزيون مكسر دخل داخل التلفزيون الزبن وات والله ما ادري مين هذا الثنمان ما كان كذا أمانة احترت أكثر يعني بالموضوع أعتقد هذه الكوميكس تمهيد للقصص كلها بس في شخصيات ما عرفناها مثل هذه هذه شخصية جت على المدينة وأخذها الثنمان
وهذه الشخصية كانت في المستشفى تحاول تهرب وقتلها الدكتور في النهاية. وهذا الشخصية كان موجود في المدرسة وتعذب ومسكته الأستاذة ومات. وفي هذا الشخصية كان موجود بعدين ذبحوه حقين المدينة الشاحبة. وفي هنا مونو يبين لك مونو أساسا وين كان. طلع كان في ملجأ أعتقد حق أيتام أو مدرسة، أعتقد ملجأ حق أيتام، ما أدري شميل في ملجأ حق أيتام، أحسهم كذا لو شفت ملابسهم كيف تحسهم حقين ملجأ أيتام. فمونو كان موجود هنا والملجأ احترق عليه، بعدين جاء الشخص هذا وقاعد يذبح فيهم، ومونو زبن بالتلفزيون المكسور. واو، هذه الكوميكس تمهيد لكل الشخصيات. مين الشخصيتين ذولي؟ انا ما اعرفهم. ذول الشخصيتين ممكن تشوفهم في DLC، وهذا يثبت نظريتي حق اللوب اللي تكلمت عنها في الحلقه اللي راحت. انصحوا بشده تشوفونها، لاني تكلمت انه في شخصيات راح تجي في DLC. الا ما في مؤكد، ممكن ذولي ما يجي في DLC، بس كذا التحليل من عندي. امانه الكوميكس ذا ما زادني الا تفكير، يعني ما اعطاني حلول. الحل اللي ابغى اهدي مخي فيه حاليا انه هذه يعلمونك تمهيد 6، تمهيد الشخصيتين ذولي ما اعرف مين، وهذه الشخصيه الثالثه برضو ما اعرف مين، والشخصيه الرابعه برضو هذه ما اعرف مين، بس الوحيد اللي نعرفه 6 ومونو، الباقي ما نعرف. هل هذا معناته في شابتر شابترين ثلاثة أربعة راح ينزلون اللعبة؟ الله أعلم، ما أدري، بس كل شيء وارد. أمانة بعد ما لعبت فيريلت نايت مير، وأنا نظريتي لفيريلت نايت مير، وكل واحد له نظريته الخاصة فيه، يعني كل واحد وله الحق في سرد نظريته، بس ما يحق لك لا تغلطني ولا يحق لي أغلطك في نظريتك إلا إذا كانت عندي أدلة وأنت عندك أدلة. أنا نظريتي لفيريلت نايت مير إنه الشخصيات اللي لعبنا فيها ولا واحدة فيهم 6، لا اللي في نهاية اللعبة أخذت لباس 6 ولا اللي ماتت هي 6. ذول الشخصيات تمهيد للعبة، هذا من وجهة نظري طبعا. واعتقد اللعبة اساسا ما لها دخل في القصة، ولكن لو في ربط راح يكون الربط كالتالي اللي بقوله، انه شخصيتين، الشخصية اللي ماتت في النهاية وطاحت الملابس منها، الشخصية الثانية اخذت الملابس ولبستها وابحرت الين وصلت للمدينة الشاحبة، صار لها شيء، خطفها الثنمان، طاحت الملابس حقتها، بعدين احنا لعبنا بمونو وانقذنا 6 من الغابة، بعدين انتقلنا للمدينة وخلصنا المدرسة وحنا ماشيين في الشارع حق المدينة الشاحبة حصلنا اللباس اللي طاح من البنت ذي. هذا المنطق، كذا المنطق، لأنه اللباس لقيناه في الشارع. وهذا الجزء الثاني تمهيد لقصة 6، فكيف 6 كان معاه اللباس وطاحت بعدين راحت الغابة بعدين رجعت للمدينة وحصلته؟ doesn't make any sense، يعني غير منطقي. إذا في عندكم حجج وبراهين على نظريتي، رأيكم في التعليقات يهمني أكيد، بالعكس النقاش لا يفسد البت قضية دائما وأبدا، يعني هذا الشيء. ليتل نايت مير قلتها في تويتر وأقولها هنا، أدق التفاصيل تخليك تفكر ساعات وساعات حرفيا. اللعبة ذي مجنونة، اللعبة مجنونة أمانة. أنا منتظر الجزء الجديد أو الديلسيات، الديلسيات هي أقرب مثال، في ديلسيات راح تنزل إن شاء الله تعالى، وبرضه منتظر الجزء الجديد. ترى على فكرة استوديو تارسير وقف، ما راح يصنع ليتل نايت مير ابدا. نعم للاسف استوديو تارسير راح يبدا في مشاريع جديدة له، وصراحة اطلع لمشاريعهم. اما بالنسبة لليتل نايت مير وش راح يصير عليها يا وليد اذا استوديو تارسير ما راح يكملونها؟ الخبر الرسمي واللي اقدر اقول لك عليه رسميا، بانداي نامكو هي اللي تمتلك حقوق ليتل نايت مير، وصرحوا انه ما دام اللعبه ناجحه اكيد ما راح يوقفونها، فعشان كذا راح ننتظر استديو جديد يبدا لنا في قصه ليتل نايت مير. امانه انا متطلع جدا بشوف الاستديو الجديد كيف راح يبدعون زي ما سووا استديو تارسير، اكيد راح يبدعون، اكيد راح يكملون الربط، لانه استديو تارسير اكيد ما راح يخليهم يقول لهم يلا روحوا سووا ما لنا دخل فيكم، لا راح يعطيهم الافكار والاشياء، يعني الاساس اللي كانت البلات على ما قالوا، البلات اللي في القصه راح يعطونه للاستديو الجديد اللي راح يستمر في ليتل نايت مير. اتمنى من كل قلبي انه يسوون كذا جزء كذا يكون طويل، وما عندي مشكله والله ما عندي مشكله، تدخلوا علينا باربع خمس ساعات والله ما تكفي. الله يسعدكم جميعا، شكرا لكم من القلب، الله يسعدكم دنيا واخره، دامكم متواصل حبايب قلبي، شكرا شكرا شكرا. هذه كانت نهايه المقطع، ما ودي اترككم امانه، بس شكوى والله ما عاد في شيء اقول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.